معايا على التليفون الأستاذة إنعام محمد علي، المخرجة الكبيرة ورئيس لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدولي للدراما. أستاذة إنعام، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك دكتور عمرو. أهلا بحضرتك. ماذا يمثل تدشين هذا العمل الكبير والعمل الأول من نوعه مهرجان للدراما؟ هي محاولة زي ما قال دكتور يحيى لإحياء مهرجان الاتحاد الإذاعة والتلفزيون اللي كان اسمه المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واستمر تقريبا على مدى 16 سنة متتالية، وكان مهرجان ناجح جدا، وكان بيجمع يعني عبارة عن جامعة عربية فنية. فكان مهرجان جميل جدا يعني، ولكن فجأة سنة 2010 بالتقريب يعني ما تعملش، وطبعا بعد السنوات العجاف اللي بعديها استمروا انه ما يبقاش موجود. رغم ايه اهمية الدراما التلفزيونية، الدراما التلفزيونية دلوقتي هي تقريبا سلاح ماضي من اسلحة القوى الناعمة، لان ان كان السينما بيعد اللي بيتفرجوا عليها داخل الصالات المغرقة بالالاف، التلفزيون اللي بيخش كل بيت من غير استئذان وتشوفه كل افراد الاسرة بمختلف اعمارها يعد بالملايين، خصوصا بالملايين وفي نفس اللحظة. شوف بقى اللي يعني معناها بيؤثر على المجتمعات، على المجتمع بحاله. لو كنا احنا يعني بنخطط فعلا للتنميه البشريه، للاهتمام بالانسان، فاللي ممكن يحقق اكبر تاثير هو الدراما التلفزيونيه. نعم. اولا يعني يسكي العقل والوجدان وينمي الوعي، وكمان يغرس قيمة الانتماء عند المواطن، بدءا من كونه طفل حتى مرحلة الكهولة. نعم استاذ نعم، يعني زي ما احنا قلنا انه كان في مهرجانات للسينما، مهرجانات سنوية، ما كانش في مهرجانات بالقدر المطلوب وبالشكل اللائق للدراما المصرية اللي يعني يمتد تاريخها لستين سنة إلى الوراء. الرائدة بالضبط. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المشروع للدراما المصرية؟ مش فاهمة دكتور. يعني كون إنه الدراما يعني نلتفت إليها الآن ونعطيها بعض حقها، هل هذا سينعكس إيجابا على الأعمال الدرامية اللي احنا هنشوفها؟ ما ده المقصود من ده، احد اهداف المهرجان. صحيح الدوره دي زي ما قلنا لك اتعملت على عجل شويه، وزي ما قال الدكتور يحيى الفخراني التجريبيه. نعم. وبس هي خطرتها في انها لازم تنجح، يا رب يعني دعونا انها تنجح ان شاء الله. يعني لان نجاحها هيخلي استمرار المهرجان سنويا. صحيح. وهيبقى بقى هيتحول الى مهرجان بمعنى الكلمه، بمعنى ان هو مش هيبقى يوم واحد، هيبقى اكثر ايام متتاليه، وهيبقى فيها فعاليات متعدده، وفيها مناقشه، فيها ندوات، وفيها مؤتمرات، وفيها يعني حديث عن الدراما وايه المفروض ان ازاي نشبع احتياجات المشاهد من خلالها. نعم. وازاي وايه اللي ناقص على الشاشه ما عالجناهوش لسه او ما قربناش منه. نعم. لسه، لان زي ما قلنا يعني احنا محتاجين مثلا فين دراما الاطفال. صحيح. يعني ما تلاقيهاش يعني. صحيح. فين الدراما التاريخيه، فين ده، فين السيره الذاتيه اللي كنا بنعملها، فين الدينية، وده احنا بنيجي
يعني ما كانش في رمضان يبقى يخلو من مسلسل ديني. صحيح صحيح صحيح. انا بشكرك. كل حاجتي مش موجوده، ناقصه على الشاشه. صحيح. ليه بقى؟ لان كان في جهات مركزيه بتخطط. نعم. ان لازم يبقى المحتوى في كذا، على الشاشه في كذا وكذا، الضمان كذا كذا، بيغطي كل احتياجات المجتمع، احتياجات. نعم. المشاهدين. مفهوم مفهوم. ونوعيه كمان الدراما اللي تخش بيوت الناس، لان لما بعد 2011 فوجئوا الناس ان في دراما عن العنف والضرب والقتل بتخش بيوتهم ما تعودوش عليها. يعني في دراما السنه الزمن الجميل اللي هم اطلقوا عليه ما كانش فيه حاجات، ما كانش. صحيح. هذا العنف اللي هو العنف الدموي. صحيح. يعني كان في المعادل الموضوع، يعني يعني الخير والشر زي ما بيقولوا، او الشيء الحسن في المقابل ليه، كان في ده موجود. صحيح. لكن يعني القتل ببلاش كده يعني، وبعدين ده ياثر في الشارع المصري واثر في الحاره المصريه ودخل الريف المصري وهكذا، زي ما احنا شفناه، زي ما قلنا انه تاثيرها ايجابيا او سلبيا كبير جدا. هي دلوقتي في يعني في تعتبر رقم واحد في كل انواع الفنون. صحيح. لانها بتدخل البيوت، التأثير. بتدخل البيوت بدون استئذان زي ما حضرتك تفضلتي يا استاذه انعام. انا بشكرك شكرا جزيلا. المخرجه الكبيره استاذه انعام محمد علي.